نكمل. اوكي. نبدأ يا جماعة إن شاء الله معايا. خمس دقايق بس. خلاص تمام. طيب احنا هنتكلم إن شاء الله عن الماستكتومي. نبدأ إن شاء الله. نبدأ يا جماعة على بركة الله. أوكي، هنتكلم عن الماستكتومي. حد يعرف يعني إيه ماستكتومي؟ مصطلح ماستكتومي. ماستكتومي removal of breast is the breast cancer surgery that remove the inter breast. أنا بعمل move للبريست نتيجة عن حصل cancer للبريست. طيب احنا قبل ما نتكلم يعني عن جراحات الماستكتومي نفسها، عايزين يعني نعرف يعني ايه بريست كانسر. يعني ايه بريست؟ بريست كانسر ده ديزيز بيحصل لما تكون السيلز ان ذا بريست جرو اوت اوف كنترول، يعني السيلز بتاعت البريست نفسها ما عادش عليها كنترول، يبدا يحصل لها جروينج، تزيد. طب البريست ده يعني ممكن يحصل كانسر في ايه ولا ايه؟ هو البريست عباره عن ثلاث حاجات، في لوبيولز وفي داكتس وفي كونكتيف تيشو. اللوبيولز دي عباره عن جلاندز، الجلاند دي بتم بروديوز الميلك، والداكت ديت اللي هي كارينج الميلك تو ذا نيبل، بتحمل الميلك للنبل. وعندنا كونكتيف تيشو ديت هي عباره عن فايبرس وفاتي تيشو بتعمل هولدنج everything together، يعني كل حاجه بتعمل لها هولدنج مع بعضها عن طريق كونكتيف ايه كونكتيف تيشو. طيب بيحصل اكتر حاجه ممكن بيحصل بيبدا بيها الكانسر، بيبدا في الدكتس والايه واللوبيولز. الكانسر ده من البريست ممكن يعمل سبريدنج للاذر بارت اوف ذا بودي، ولو حصل سبريدنج ممكن ده بيبقى ميتاستيز، يعني ممكن يروح على الليفر، ممكن يروح على اللنج، ممكن يروح على النك، ممكن يروح على البون، وده بنسموه ده بيبقى ميتاستيز، ودي بتبقى موضوع صعب، والموضوع بياخد اهميه كتيره لما لا قدر الله يكون في حاجه زي دي. فبيفضل اللي هو يعمل ماستكتومي على اساس انه ما يحصلش سبريدنج ليه، ويبدا العيان ياخد كيمو ثيرابي، ياخد راديو ثيرابي، ويعمل بقى يدخل في فحوصات كل فتره عشان يمنع اللي ممكن لا قدر الله يحصل ميتاستيز للايه للكانسر. طب ايه الساين الساينز اللي ممكن يلاقيها العيان يعني عشان يقول والله انا هلجأ لدكتور او اعمل انفستيجيشن معينه؟ الورنينج ساينز اوف بريست كانسر ان بيشن ده ان البيشن ده بيبقى فيه لامب، لامب ده يعني حاجه مكلكعه كده بتلاقاها في البريست او اندر ارم، او بيحصل بقى السويلنج في البارت من البريست، البريست نفسه بيبقى فيه جزء فيه سويلنج، او بيبقى بينفول، يعني مش عارفين سبب اللي هو بينفول ليه. ممكن النبل نفسها بيبقى فيه ريدنس فيها، بيبقى فيه ديستشارج من النبل، يعني النبل بيبقى فيها ديستشارج، ودي ملوش علاقه اللي هي لاكتيتنج.
فده من الورنينج ساين اللي انا ممكن اقول والله ده في حاجه ابنورماليتي، والمفترض ان انا ابدا الجا لايه، اعمل بريست انفستيجيشن. طبعا دي فاتي تيشو وديت نبل، دي النبل اهيت، واللي انت شايفينه ده هنا كده الدكت بتاعت البريست. نبدا العمليات اللي ممكن البريست ده يعني اللي هي الماستكتومي، ممكن العمليات دي تكون ايه. اول حاجه لامبكتومي. لامبكتومي ده اللي انا بشيل اللامب نفسها، اللامب ده اللي هي التيومر، مكان التيومر بشيله وانضف حواليه، ده فقط لا غير. ده لامبكتومي يعني انا بشيل البريست، بشيل مكان التيومر، وده لما يكون السايز بتاعه بيكون قليل، بيكون هو ملي او 1 سنتي، وطبعا هو بيكون بناين، يعني مش حاجه لا قدر الله تكون مالجنانت. هو الاول بنعمل بايوبسي ونحلل ونشوف، لو هي بناين فممكن قبل ما تحول لمالجنانت بيبدا يعمل لامبكتومي. بعد كده البارشيال ماستكتومي اللي هو بيبدا يشيل جزء من البريست، الجزء ده ممكن يكون مثلا تلت البريست نص البريست على حسب، ده بنسموه بارشيال ماستكتومي، وبيشيل البريست تيشو، يعني بيشيل البريست تيشو التيشو نفسها، لكن ما بيشيلش ماسل ولا بيشيل مثلا، ممكن السكين ممكن منتين، السكين والنبل ممكن تكون منتين، ده بنسموه بارشيال ماستكتومي. وده برضو مع الحالات اللي انا ممكن الهيستوري بتاع الميتاستيز ما يكونش موجود يعني. بعد كده ده فرق بين اللامبكتومي، اللامبكتومي اهي جزء متشال بس البريست زي ما هو، ودي الماستكتومي لا البريست كله متشال، يعني ده يوضح الفرق بينهم. في عملية اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي. الموديفايد راديكال ماستكتومي ديت اللي البيشن ده رموف البريست والليمف نود، يعني بيشيل البريست كله والليمف نود بس، ممكن السكين سايبه. والموديفايد راديكال ماستكتومي السكين لما يكون متساب، ده البيشن ده ممكن نعمل له ريكونستركتيف سيرجري، يعني الدكتور وهو اثناء العمليه ممكن ياخد له لاتيسمر زوساي، جزء من لاتيسمر زوساي ويعمل لها امبلانتيشن ويعمل شكل بريست، او ياخد جزء من الابدومين ويعمل لها من ريكتس ويبدا يعمل لها شكل بريست، او اللي هو يعمل سيليكون ويبدا ياخد شكل بريست لانها بيشيل البريست والاكزيلاري لينف نود. بس هو بيسيب الماسل اللي هي البكتورالس ميجور، يعني ممكن يسيب البكتورالس ماينور وممكن ايه وممكن يشيلها. اللي هي راديكال ماستكتومي، راديكال ماستكتومي دي هو بيشيل كله، بيشيل البريست بالسكن، بيشيل الماسلز كمان اللي هي بتاعه الشيست اللي هي البكتورالس ميجور والبكتورالس ماينور، بينظف الاكزيلاري لينف نود بيشيلها. دي الراديكال ماستكتومي الانتر ليمفاتيك درينج كله والبريست كله، وبيشيل البكتورالس ميجور والبكتورالس مينور، هو بينظف خالص يعني. السمبل او التوتال ماستكتومي، التوتال ماستكتومي اللي هو السيرجن الجراح هو بيشيل البريست تيشو وبيشيل السكن، لكن الماسل يعني مينتيند، ما بيشيلش الماسل، الليمف نود ممكن يشيل جزء وما يشيلش جزء. هو في السمبل ماستكتومي هو بيشيل كل البريست وبيشيل السكين معاها، والليمف نود ممكن يشيل جزء وممكن ما يشيلش ايه جزء. بس طبعا في الحاله دي الواحد بيبقى يعني الحالات اللي بيبقى عندها هيستوري اوف مالجنانسي بصراحه يعني بيبقى فيه هاي ريسك بريست كانسر مع السيمبل ماستكتومي، يعني هو المفروض يشيل كله زي راديكال ماستكتومي، الواحد بيفضلها بصراحه يعني. طب ايه كومليكيشن بتاعه الماستكتومي؟ اكتر حاجه احنا بنشوفها الليمف اوديما، لما بيشيل الاكزيلاري لينف نود بيبدا البيشن ده بيتعرض لراديشن، راديشن ثيرابي وكيمو ثيرابي، بيبدا يحصل لينف اوديما، واحنا هنشرح من ديتيلز اللينف اوديما. بعد كده بوست ماستكتومي بين سيندروم، البيشن جراح وهو بيبدا يعمل سيرجري، اثناء السيرجري بروسيجر بيبدا الانتر كوستال بريكيال نيرف بيحصل له تروما، فبيعمل حاجة زي نيوروما ويبدأ يبقى فيه بين في مكان الانسيجن نفسه، وده بيبقى عامل راديشن للمكان كله يعني. بعد كده نيومو ثوركس، ده قليل لما بشوف حالات الماستكتومي ممكن يحصل لها نيومو ثوركس، واكتر حاجة الليمف اوديما اللي انا بشوفها بصراحة، بس ده ممكن تحصل
طبعا نتيجة عن يعني لما يكون الجراح دخل بعمق شوية، فبالتالي بيحصل الإير أو الجاز بيدخل في البلورال كافيتي، وده بيبقى لها علاقة بالجراحة، يعني ما بيبقاش لها علاقة ككومبليكيشن ممكن تحصل بعد العملية إلا بالجراحة نفسها، اللي هو الجراح نفسه هو ممكن يعمل إيه. الريستريكشن اوف شولدر رينج اوف موشن، ده احنا بنشوفه بعد العمليات ماستكتومي، لان في انسيجن والعيان ده ما بيحركش دراعه. المكان اللي فيه انسيجن فتلاقي العيان رجليه حاطط ايده جنبه، وكل ما يرفع يقول يعني بيسيبه فتره، ومجرد اللي هو يسيبه لمده اسبوعين ديسيوز ممكن يحصل له ممكن يحصل له اللي هو فروزن شولدر، او يدخل في ريستريكشن للشولدر رينج، وبالذات لما بيعمل اكزيلاري ديسكشن او بياخد راديو ثيرابي. الانفكشن وارد، اي انسيجن لو متغيرش عليه كويس وخد انتي بايوتيك كويس ممكن يبقى فيه انفكشن، فده انفكشن بيبقى فيه اليفيشن للتمبريتشر، وطبعا ريدنس وسويلنج والبين. هيماتوما والسيروما بعد اي عمليه طبعا بتشوفوا درنقه، يعني انت بتدخل العيان عامل مثلا ماستكتومي او عامل سيريدوكتومي او عامل اي اوبريشن بيبقى فيه درنقه. الدرنقه دي لان بعد العمليه بيبقى فيه بلط، البلط ده لازم يتشفط، لو اتستنى هيبدا يحصل ايه انفكشن. طيب والسروما بيبقى فيه سائل، هو البلط بيبقى موجود، البلط لما بيبدا ينتهي بيبقى فيه سائل وراه لونه اصفر، بيبدا يبيض يبقى ابيض، يبقى ساعتها خلاص ممكن يشيل الدنقه، او السائل ده ما بينزلش خلاص، يبقى مفيش سروما. يبقى الهيماتوما والسروما فورميشن دي بتبقى وارده بعد العمليات، وبالذات اول 12 ساعه افتر سيرجري الهيماتوما، وبعد كده السروما. طب الساين والسيمبتومز سويلنج وتندرنس وبين وبريسنج اوف ذا سكين، استروما كولكشن اوف ذا سيريوس فلويد اندر ذا بريست انسيجن، وده الدرنقه بتحل المشكله بتاعت الهيماتوما والستروما. طيب احنا كرور كفيزيكال ثيرابي اي عمليات ماستكتومي كل مشكلتنا معاهم طبعا في انسيجن وبين، والانسيجن ده عايزين نحصل هيلينج ليه بسرعه، البين ده عايزينه يقل مع العيان. في نفس الوقت الابر ليمب ممكن لو مش هنحركها ممكن يحصل فيها بروبلمز، ممكن يحصل فيه ستيفنس للشولدر، فاحنا جونيومتريك ميجرمنت ابر اكستريمتي ميجرمنت ات 5 ليفل اللي هو اوديما، اللي هو الميجرمنت الابر اكستريمتي سيركمفرنشال ميجرمنت ات 5 هنا عشان الاوديما. الفايتال كاباسيتي اسيسمنت، ودي واحد مش بيشوفها كتير. الجريفنج فورس ايفالويشن ده ممكن يتاثر لان ديس يوز للشولدر اكيد هيبقى في مشكله للهاند، بنعمل اسيسمنت للابر اكستريمتي فانكشن اللي هو الفانكشن عامه يعني بالجريز بتاعتها، والبين اسيسمنت عن طريق الفيجوال انالوج سكيل. الدرنقه دي يا جماعه مش انتوا اي عمليه بتشوفوها بيبقى فيه خرطوم كده طالع من الانسيجن، هو الجراح لما بيخيط مش بيسيب خرم كده ويحط فيه درنقه، خرطوم، والخرطوم ده نازل بحاجه كده عامله زي ايه مش عارفه، الخرطوم ده نازل في حاجه بيفضي فيها، حاجه بلاستيك كده بيفضي فيها. الدرنقه دي بينزل الفلويد سواء الاول بيبقى فيه بلاد نتيجة عن العملية بتنزل في الدرنقة او تنزل في الحاجة دي درينش، هي درينش، بس درينش عن طريق الخرطوم، يعني مش درينش اللي انا بعمل درينش، لا قسطرة، هي بيسموها قسطرة، لا مش قسطرة، هو بيبقى درنقة. درنقة دي بتبقى خرطوم داخل في مكان العملية، الخرطوم ده من خلاله بينزل من خلاله البلاد والسيرم اللي بيتكون بعد العملية. جاست هو بيتم مع المريض ممكن اسبوع، جاست ان الفلويد ده بيبقى لونه بيبدا يبقى ابيض وينقطع يبقى يشيل الدرنقه خلاص كده. طيب احنا قلنا الفيزيكال ثيرابي، اوكي اتكلمنا عن الفيزيكال ثيرابي، فبنقول طبعا هنشوف الجينيومتريك ميجرمنت الابر ليمب وبالذات الشولدر، كان نعمل اسيسمنت للاوديما عن طريق الابر اكستريمتي سيركمفرنشال ميجرمنت، طبعا الجريبنج فورس ايفالويشن، وبنعمل فانكشن اسيست الفانكشن بتاعت الابر اكستريمتي، والبين بنقيسه عن طريق فيجوال انالوج سكيل. الحاجات دي انتوا اصلا يعني بقيتوا اساتذه فيها يعني. طب البروتوكول اوف تريتمنت، الفيرست دي
من العملية انت داخل على العيان، طبعا العيان بيبقى تعبان تعبان يعني، هو بيبقى بس هو مشكلة بقى بيبقى في جنرال انستيزيا، وطبعا جنرال انستيزيا بتبقى مؤثرة على الريسبيراتوري فانكشن، فانت ممكن تعمل بريسنج سورسايز دايفراجماتيك او لاترال كوت. ممكن لو انت شايف العيان ده طبعا في سبيوتم، وبالذات الناس اللي هم عندهم بروبلمز قبل، ممكن نعمل برونكيال درينج اللي هو بوتشر درينج، ونعمل كافينج وهافينج بعدها. الابر اكستريمتي نعمل ايفالويشن ونحطه في البروبر بوزيشن. طبعا الانترافينوس لاين والبلاد بريجر والحاجات دي المفروض ما نسهقش من المكان اللي هو عامل ناحيته العمليه، يعني انا لو قدر الله لو في من ناحيه الرايت سايد عامل ماستكتومي رايت بريست، المفروض الرايت ابر ليمب ما يقعدش بقى كل شويه نيرسينج يقيسوا منها البلاد بريشر والانترافينوس لاين والحاجات دي، لان هو العين مش حركها، فممكن يحصل فينوس ستيسيس، وممكن لا قدر الله يحصل ثرومبس امبلوس، ممكن لا قدر الله تعمل مشكله. الفيرست داي المفترض ان انا بعمل جنتل باسيف اند اكتيف اسيستد شولدر اكسرسايز، هو التركيز كله على الشولدر، اللي انا ابدا اعمل اكتيف اسيستد، لان لما هو يكون شايل الاكزيلا لينف نود فهو اكيد يعني هيحصل ليمتيشن رينج اوف موشن اللي هو متحركش يعني، فالمفترض انا بمسك ايد العيان وابدا ارفع فليكشن حوالي 40 درجه، والابدكشن بالراحه كده حوالي 40 درجه، والانترنال والاكسترنال على حسب التورنس بتاعه يعني، يا دوبك كده على قد ايه احساسه. بالنسبه للشولدر بحطه في وضع ايه بالظبط؟ مش وضع بروبر بوزيشننج، هو المفترض ان انت بتحاول تحرك الرينج اوف موشن وتنصحه، يعني اللي هو دايما ما يحطش ايده على جنبه، يعني ما يحطش ايده على صدره، لازم ايده يحركها. فانا اول حاجه ببدا احركه، باخد الفليكشن برفعها كده لحد 40، لان انا مش هقدر ارفع فوق ال 40، هتلاقي في سوات في بين، فانت مجرد ترفع ال 40 فليكشن ابدكشن برضو 40، وتبدا تعمل انتنا وكسنا روتيشن على حسب التولرنس بتاعه. ببدا اشتغل على الهاند برضو والالبو كرينج اوف موشن، وابدا اعمل كير للهاند والارم كير، لان انا امنع انفكشن والاديمه اللي هي ممكن تزيد في المكان يعني. طبعا الديوريشن اللي انا ممكن اعملها حوالي 30 مينت مرتين في اليوم، ده الاكسرسايز اللي انا ممكن اعملها مرتين. في السكند دي برضو نفس الكلام، بس انا ممكن استخدم تنس من السكند دي، والتنس بتاعي التنس بتاعي بارا انسيجنال، استخدمه بارا انسيجنال. وطبعا وانا بستخدم تنس ما ينفعش ان انا اخلي البيشن ده على حسب السنسيشن بتاعه، يكون السنسيشن بتاعه يكون لطيف، ما يبقاش يعمل ماسكر كونتراكشن، يبقى ده مش تنس. حوالي 50 ل 40 هرتز، والفريكوانسي من 10 ل 20 ملي امبير، والانتنستي من 30 ل 5 ملي سكند. والبارس دوريشن لازم يكون كومفورتابل، بيبقى فيه تنجلينج وباراسيديا حاجه كده يعني، تنجلينج مع باراسيديا وزود ماسل كونتراكشن. ده بعمل تنس حوالي 20 مينت، تنس فور بين يا جماعه، بنعمل تنس فور بين. بعد كده ممكن اعمل ايزومتريك اكسرسايز، الايزومتريك اكسرسايز ديت ممكن اعملها حوالي 30 مينت مرتين في اليوم. بعد كده الثيرد داي زي الفيرست والسكند داي، بس بعمل بروجريسيف شولدر اكتيف فري اكسرسايز، ببدا ارفع بقى الفليكشن 45 والابدكشن 45، وانتن اوكسنال روتيشن برضو على حسب التورنت بتاع الايه بتاع البيشن. من الرابع للسادس يوم نفس الاكسرسايز دي، بس برفع الفليكشن حوالي من 45 ل 90، والابدكشن حوالي 45. طبعا دايما يعني انتوا تعرفوا ان الفليكشن دايما اسهل من الابدكشن، والابدكشن بيسمح لي ان المكان بيتفتح اكتر، فانا عند رابع يوم الابدكشن مش هعرف ازود عن 45، لان انا زودته ممكن اعمل مشكله في الانسيجن نفسه. لما الدرنقه بتبدا تتشال طبعا ده بيسهل معايا اكتر. بعمل ريزيستد اكسرسايز، بروجريسيف ريزيستد اكسرسايز، وبعمل بي ان اف برضو.
7 يوم نفس الكلام، بس بعمل بروجريسيف اكتف فري موشن اوف ذا شولدر، الفليكشن بقى فوق فوق لحد ما هو يقدر، والابدكشن نفس النظام. ممكن ابدا اعمل موبلايزيشن، والانترنال اكسترنال روتيشن على حسب الترانس بتاعه، هو دايما الانترنال اكسترنال بيبقى صعب اكتر من الفليكشن والابدكشن. الاسبوع بقى التاني انا بيبدا يحل الخياطه اكتر موفال اوف سيوتشر. الشولدر بيعمل موبلايزيشن اكسرسايز باي اسيستيف ديفايس وهوم اكسرسايز. بقى اللي هو سكند ويك انا ببدا يعني من عندي 7 يوم لحد بقى بعده ببدا اعمل ايه، بعمل موبلايزيشن للشولدر مانيبوليشن، ويكون خلاص هو اصلا السيوتشر شاله يعني. الثالث والرابع اسبوع هو نفس الاكسرسايز دي كونتيند بقى في البيت، لان هي مشكلته بقى مش الرينج اوف موشن انا حصلت عليه قد ما في اوديما. لو هو شال الليمف اللي هو اجزاء الليمف نود، في اوديما هتحصل، والاوديما هتزود الليمتيشن اكتر. فهو خلاص يعني مش هقول له ان انت هتروح بيتك بقى هتعيش حياتك العادية، لا، انت كل يوم اعمل الاكسرسايز بتاعت الشولدر، عشان في يوم من الايام مع الاوديما ممكن لا قدر الله الشولدر يحصل له ستيفنس مع الاوديما. طبعا دوريشن يا عم اعمل 3 مرات في اليوم، في الثري سيشن 3 مرات في الاسبوع، كل سيشن حوالي 30 منت. ونعرفه بقى الهوم اكسرسايز ممكن يعملها ازاي، 10 مرات فور تو تايم ادي. ممكن كل اكسرسايز ممكن اعمله 10 مرات لمدة مرتين في اليوم. الاكسرسايز دي انواعها مختلفة، يعني هو ممكن يستخدم مثلا نقول له ارفع ايديك على الحيطة، ممكن يمسك دمبل عشان سترينتينج، ممكن يمسك ثرباند، يعني انواع مختلفة من الاكسرسايز عشان منها يزود الرينج اوف موشن بتاع الشولدر، ومينتيند برضه الرينج اوف موشن، وفي نفس الوقت يزود الماسل باور. الشهر الثاني برضو التنس، انا مش شايفه التنس في الشهر الثاني هو محتاجه، بس هو لو في لسه ستيل بين سواء بقى في الشولدر او في انسيجن سايد، هو تقريبا انسيجن مش هيبقى فيه مشكله، المشكله هيبقى البين نتيجه عن الستيفنس اللي في الشولدر اللي هو ممكن يحصل. طبعا بعمل اكتف اسيستد وريزيستد اكسرسايز عن طريق البولي سيستم والشولدر ويل، والحاجات دي برضو هيعملها في البيت. الارم كير ريكومنديشن، الكير ريكومنديشن ده ان انا المفترض ان انا اعمل كلين كات سكراتش بين بريك اول بيرن او بوت توبيكال انتي بايوتيك كريم اونزم. طبعا المكان ده ممكن يحصل، هيحصل فيه ليمف اوديما على بعد 6 شهور، بعد سنه، على ان هو شايل اجزاء ليمف نود، واحنا هنتكلم برضو عن ليمف اوديما دلوقتي. فالمفترض ان انا ابدا ان انا احافظ على الليمب ان هو من اي حاجه، يعني من حاجه يعني لا قدر الله سكراب او بين بريك او في بيرن او اي كان في المكان ده، لان مفيش فاسكولاريتي فيه كويس، فممكن يعمل لي ألسر في المكان ده. الانجكشن برضو ما تتعملش في المكان ده، لو هو عايز مثلا انتروفينس انجكشن ما ينفعش في الان انفلوبد، تتعمل في الناحيه التانيه يعني. ممكن بقى يوزنج هاند كريم عشان الهاند تبقى مويست على طول، ويستخدم جلافز ويعمل ويشنج. بيبدأ يستخدم جلافز، لما بيستخدم الهاند بتاعته بيبدأ يستخدم جلافز، يعني هو لازم يكون فور فان، يعني ما ينفعش ان هو يستخدم ايده في الحاجات اللي هي الست، يعني يستخدم ايديها، وبالذات ست دايما في المطبخ، فالمفروض تحافظ على نفسها بأقدر على قد ما تقدر. يعني احنا كده خلصنا المستكتومي، في اي مشكلة في المستكتومي؟ اي استفسار؟ بالإجماع يا جماعة في أي مشاكل؟ هناخد بريك. أوكي، أنا هطلع كده، ممكن ندخل في السيشن التاني يعني.